والمساحه هنا معقوله يعني تنفع للحفلات والمعارض، واللي حابب يجي يذاكر او يخلص شغل المكان هنا في النهار بيبقى فاضي نادي جدا. قدام شويه هنبقى نقفل المربع اللي هناك ده عشان الشمس والشتاء. ايه رايك في المكان؟ برافو عليك بجد، جبتها زي الفكره دي. عيب عليك يا بنتي، المخ ده من جمع الكور. بس المشروع ده بجد اللي انا طول عمري بحلم بيه. اه والله. كفايه كده، انت خلاص سنة وعينك هتلزق عليه، يبقى شكلك وحش قوي كده. عندك حق، تفتكري يكون وحش؟ اكيد. ايه الشياكه دي؟ ايه رايك؟ حلوه قوي، جامده بجد. ميرسي. احلى ايه ده؟ ايه ده؟ كويس. بتعمل ايه؟ كويس. بروك علينا يوم. يوم؟ يوم. انت هو شغلك اكتر واحد عجبني بس مش الدرجه دي يعني. يا رب. ازيك يا عمده؟ كده يا اخوان؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ ازيك؟ عمده. ازيك يا ابني؟ ازيك يا عيال؟ ايه؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ تمام؟ كله حلو؟ ايه مين حلفتني يلا من المكان ده؟ نانسي. هلا نانسي. ازيك عامله ايه؟ تمام. يا عم ما تصورنيش بتطلعني غريبه في الصور. صدق انا غلطان ان انا عبرتك. يا عم وفر فمك يا حد تاني. يا عمده. ايه كلمه؟ سريعه. كده كان عجبك ولا ايه؟ جميل. بنظبط حفلة انا والولا علاء مأمون قريب، بنجمع كاشات من الناس. بس الجنيه راجع بثلاثة، تحب تشارك؟ حابب جدا طبعا. في مبلغ معين ولا أي حاجة؟ هات اللي تجيبه. تمام. ازيك يا كيلي؟ منين بنتي؟ أيوة. واقفة هناك ليه لابسة أورنج زيتي؟ دي مروة جارتنا ومعانا في التيم. في حاجة ولا ايه؟ نزلت هنا من عادي. انا؟ امال انا؟ ها بقى، ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ زيك. ده الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ انا كويسة. كنت عايز اتكلم معاك. طيب اتكلم. خلاص يا سيدي، والله لا هزعل ولا الكلام اللي هتقوله ده هيأثر علينا ولا اي حاجه، بس يلا عشان تريد في حاجات. نانسي احنا ما بقالناش كتير بنعرف بعض، بس انا ايوه خلاص هقول اللي يحصل يحصل. رامي الكلام اللي انت بتقوله ده رايح لسكه معروفه جدا. ايه هتقولي بتحبني بقى والجو ده؟ سليمان
النهاردة غالي إن شاء الله تعجبكم وبس. التراك الجاي هو اخر تراك معانا، هتمنى ان هو يعجبك.
راشد صاحبي اللي كتفه طول عمره في كتفي، احمد خيري، وعلى القانون اللي الراجل ده ساعدنا كتير جدا من امبارح، علي الخبيري. وعلى السبانيش جيتار صديقي احمد درويش. بعد اذنكم يا جماعه اروح اسلم على الناس.